مدرسة عبد الله ابن أم مكتوم للمكفوفين فيها طلبة من كافة محافظات المملكة. طلبة في منهم مكفوفين كفيف كلي وفي منهم عندهم ضعف في البصر. المدرسة فيها طلاب من محافظات ومناطق بعيدة لا تصل لها حافلات النقل، فيتم مبيت الطلاب في السكن. عندنا طلاب كثير انحرموا من التعليم بسبب خروجهم من السكن بعد الصف السادس. طبعاً الطلاب لما بيروحوا على مدارس فيها طلبة مبصرين بيعانوا من مشاكل كثيرة، إنه ما بيقدروا يندمجوا مع الطلبة المبصرين كونهم مكفوفين. نشكر وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة وبتوجيهات من الدكتور أجمل الطويقات مدير تربية لواء ماركة. الحمد لله رب العالمين، في هذا العام الدراسي تم السماح للطلبة في المبيت في السكن بعد الصف السادس. يعني ممكن تدخلي على الغرفة الصفية وتلاقي طالب ماسك كتاب مع مكبر، طالب ماسك كتاب مكبر، طالب ماسك لوح برايل، طالب ماسك كتاب برايل. يعني بالحصة تتنوع وتتعدد استراتيجيات التدريس وفقاً للحالة والإعاقة البصرية عند الطالب. الآن إحنا عندنا المعلمين مؤهلين نقول 70% لتدريس الطلبة المكفوفين. لازلنا نعمل على دورات بريل للمعلمين، في عنا دورة إن شاء الله رح يتم عقدها في الأسبوع المقبل للطلبة وللمعلمين ولأولياء الأمور في المدرسة من ضمن الكادر التدريسي في المدرسة. مدرسة عبد الله بن أم مكتوم فيها عدد كبير من المعلمين، المعلمين في منهم كفيف وفي منهم ضعيف البصر وفي منهم مبصرين، لأن إحنا في الاتفاق يعني بالاتفاق مع وزارة التربية والتعليم ومدير التربية لواء ماركة بأنه أي معلم يدخل مدرسة عبد الله بن أم مكتوم يجب أن يكون حاصل على دورة بريل حتى يستطيع التعامل مع الطلبة في هذه المدرسة. طبعا أنا كمديرة مدرسة الآن باخذ دورة بريل مع أستاذ في المدرسة حتى أستطيع أتعامل مع الطلبة. المعلم المبصر لما يدخل على حصة فيها رياضيات عربي إنجليزي ويسأل الطلاب عن الكتاب، إذا المعلم ما كان يعرف بريل ومسك الكتاب وقرأ، طبعا هي بتركز على حاسة اللمس، فيجب أن يكون معلم يعني عنده علم بالبريل حتى يعرف شو المادة اللي بين إيدين الطالب. في عنا في مدرسة عبد الله ابن أم مكتوم 7 غرف مساندة. أول غرفة هي غرفة التأهيل البصري، بهاي الغرفة يعني لا يتم قبول أي طالب إلا بعد ما نحطه بهاي الغرفة للفحص ونتأكد ما هي الإعاقة البصرية اللي عنده، شو سبب هذه الإعاقة البصرية، يعني عندنا مسببات كثيرة للإعاقة البصرية. بعدين في عنا غرفة التدريب الحسي بتكون عبارة عن غرفة ضيوف وغرفة نوم ومطبخ وحمام، بيعلموا الطلاب كيف يناموا، كيف يرتبوا السرير ويرتبوا الخزانة، كيف يقعدوا بغرفة الضيوف وكيف ياكلوا وكيف يدخلوا على المطبخ. سين حدا غيرك يستخدمها؟ لا بس لك صح؟ لحالك مش معجونة هيك لحالك. هلا يا مس هي اسنان معنا هون، ريال امسك هي الاسنان، هي الفك العلوي من فوق وهي الفك السفلي من تحت. هلا انا لما بحط المعجون على الفرشاي، امسك الفرشاي، كيف بدي افرشي اسنان قلنا؟ يلا يس. هلا شو بدنا نعمل؟ بدنا نفرش الاسنان من فوق لتحت. شو يعني؟ فوق لتحت، فوق لتحت، وبعدين وين نروح؟ ننظف الطواحين، قلنا لانه اكثر مناطق بتلاحظوا فيها الاكل بيعمل السوس وين؟ على الطواحين. أول إشي بالنسبة لدراستي، الحمد لله أنا المدرسة وفرت لي طريقة تعليم برايل قراءة وكتابة، الحمد لله رب العالمين الدراسة يعني مستوى مميز. بالنسبة لكيف اتجهت لرياضة الجودو، تم افتتاح نادي صيفي بالمدرسة، اتدربت هناك 2 أسبوع، بعدها كملت الاتحاد الرياضي الأردني للجودو وأنا الآن بالمنتخب. أول إشي بدي أثبت إنه الكفيف يعني بيقدر يلعب أي، بيقدر يسوي أي إشي، بيقدر يعني إنه الكفيف عادي يلعب الرياضات هاي يعني مش كانوا يفضلوها بس للمكفوفين. ثاني شيء انا كان عندي حب للفنون القتاليه زمان، يعني كنت انتظر هاي اللحظه. من ناحيه الدراسه فدراسه الحمد لله ماشي حالها، مستواي ممتاز. نشاطات بحب اشارك، انا اصلا مشارك بالبرلمان، انا قررت اروح البرلمان لانه شفت حالي يعني من بين الطلاب انه انا مناسب، وان شاء الله انه اي حق ضايع لا صف ممكن انه انا من خلال النقاشات اللي بناقشها بالاجتماعات اقدر اجيب الحق وناقش بهذا الحق
وفعلا اذا احنا بنستحق هذا الشيء بناخذه. بلعب كرة الهدف بالمدرسة وسجل بدوري كرة الهدف اللي هو بيصير تقريبا كل اخر فصل دراسي، بيكون في ثلاث طلاب على الجول، والجول اللي قباله بيكون في ايضا كمان ثلاث طلاب، واحد من الطلاب بيرمي الطابة والجول اللي مقابله لازم انه يصد هاي الطابة. طبعا كيف بيصدوها؟ عن طريق الانبطاح على الارض، وهاي كرة الهدف هي اصلا مناسبة للمكفوفين، شافوا انه من حق الطالب انه يلعب كرة هدف لانه ما بيقدر الطالب الكفيف يلعب كرة قدم، فعملوا كرة الهدف عشان الطالب الكفيف. أولها ما كنت أحب إني أكون يعني مس وهيك، طبعاً كنت كثير أحب مدرستي وكان اللي يلفتني فيها إنه يعني كل حدا بحاجة لتعاون وكل الناس متعاونين. كنت رح أشتغل بمكان غير هون، بس اخترت إني أجي هون لأنه حسيت إنه الطلاب اللي زيي فعلياً بحاجتي أكثر من أي طلاب تانيين، فقررت أدرس عشان يعني أفيدهم، إني بقدر أفيدهم أكثر من أي حدا تاني. كثير بحب شغلي وبستمتع فيه، أنا بحب الإنجليش، درسته عن حب، وغير هيك انتمائي لطلابي كثير صراحة، يعني بحب طلابي وبحب إني أكون معهم. فعلياً حصتي عبارة عن مش إنه بحسش إنه هي زي شغل وجاي إني أنا مجبورة عليه، لا بالعكس، يعني بكون عم بستنى بالحصص أكثر من البريك. طبعاً هاي المدرسة الحلو فيها إنه فيها مجتمع، يعني مش ممكن ألاقيه في المجتمع اللي أنا بعيش فيه. كنت أجي أخذ فيها محاضرات دورات، بعرف طبيعة المدرسة لكن ما بعرف طبيعة المعلمين ولا طبيعة الطلب ولا بعرف طبيعة التعليم. بصراحة عالم جميل جداً، الحمد لله رب العالمين، أنا مبسوطة معهم كثير، والله سبحانه وتعالى يعني أكرمهم المكفوفين، ودائماً بقول لهم إن شاء الله إنكم تدخل الجنة لا تنسوني، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال من فقد الحبيبتين فله الجنة. بقول لهم دائماً اتذكروني بس تدخلوا الجنة تنادوني أروح معاكم، وكثير أنا مبسوطة معهم.